قصدار في واحد القضية. المغرب عنده واحد بوزيسيون جيوغرافيك استراتيجيك أولا، ثانيا واحد العلاقة زوينة، وكنصروا الملك اللي خدم على العلاقة مع الدول الأخرين، الدول في أفريقيا اللي عندهم واحد المعزة كبيرة مع المغرب، وكيجوا عندنا وكيسولونا كيفاش نقدروا نخدموا، ماشي غير نخدموا نجيبوا التكنولوجيا ديالهم ويخدموا في بلادنا، لا كيفاش نخدموا بعضياتنا ونكونوا فور انصامبل ونخدموا في المارشي ديال المغرب ونمشيو في المارشي ديال افريقيا. داكشي علاش جو عندنا فرنسا وجات عندنا البرتغال وجو دول اخرين حتى هما كيسولوا. ديك النهار كنت في جايتكس كنت مع البحرين حتى هما يسون تري انتريسي. لقاش عندنا واحد لا بوزيسيون جيوغرافيك لي تري استراتيجيك، وعندنا لي كومبيتونس تكنولوجيك لي معروفين وفاهمين. هذاك الشيء علاش جاوا هذوك البرتغال باش نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا بعضياتنا ونكونوا شي حاجه كبيره.